مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج طوق الياسمين. كالعادة في مواكبتنا اليوم نمشيو العرض لفرقة سيدي بوسعيد بفضاء دار حسين، ونمشيو زادا نواكبو عرض نساء الراشدية بمهرجان المدينة. شكرا 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 لطوقي. قدمت فرقة سيدي بوسعيد سهرة فنية 100% تونسية في إطار مهرجان المدينة في دار حسين. أغاني من التراث وموشحات أطربت كل الحضور. سهرة رمضانية متميزة عاش على وقحها الجمهور في المدينة العتيقة اللي تكتسي طبع خاص في رمضان. سيد حاجه خارق العاده خرج سي بوسعيد، هذا التراث نتاعنا نتاع تونس، باش نتفرج في حاجه باتريمون نتاعنا، سورتو كي تبدا في المدينه العتيقه عندها نكهه اخرى، عندها تابع خاص ونكهه خاصه، فهمت؟ احنا نبداو نستناو في مهرجان المدينه في رمضان باش نعيشوا هالليامات الحلوه هذه، معناها نهار كامل واحد صايم وكل، وبعديك باش يجي في الليل ويسهر في الطابع التونسي في الباتريمون نتاعنا التونسي، ما نخرجوش من تونس. ما جادور جوستومون نحبهم برشا انا هذوما اغاني الاصليه معناها نتاع خاصه في دار حسين في المدينه العتيقه. فوالا خاصه في دار حسين سي فري. عندها طبع خاص. عندها طبع خاص بالقدام معناها باهية. نعيشوا رمضان. كل مرة كل عام جاستيست. الأوفياء المهرجان المدينة. وي. تخفي دير. نقول الحقيقه نتاع ربي ما نعرفش عليها حاجه كبيره، مي قلت مادام احنا في رمضان نحب نستغل معناتها العروض والمهرجان معناتها نتاع المدينه اني نسمع قد ما نجم اغنية تونسي ولا اغنية عربي قديم، ومنهم دونك الفرقه هذه اللي انا الحق نتاع ربي باش نكتشفها ليله، خصوصا كي يبدا الاطار المكاني المدينه العتيقه ودار حسين. انا جيت قبل العروض في دار حسين، اي عرض في اي مكان تونسي قديم ديما يروق لي، ونتصور معناتها اللي اي تونسي معناتها يحب يكون في مكان كي من هكا، معناتها مش مرتبط برمضان، معناتها هو في رمضان بالحق معناتها نتحركوا نخرجوا اكثر باش نمشيوا الاماكن كي من هكا، لكن ديما لو فيت انك تنجم تمشي لبلاصه كي من هكا ديما حاجه باهية، معناتها ديما تحسك اللي انت عندك فما معناتها كما نقولوا تونس عندها برشا حاجات مزيانين لازم نتمتعوا بهم. ايه
سيدي رمضان والمدينة العربية حاجتين مربطين ببعضهم، خاطر في سير الأيام المدينة العربية ما هيش كيما في رمضان، كيف نجيو في سير الأيام مش كيما مش كيف فما شاغم كيما نقولوا سبيسيال، وهذيك هي مدينتنا وهذيك إن شاء الله سنين دائما نسكن. والله كيما كل عام يعني في مهرجان المدينة يلزمنا نقدموا عروض ممتازة، والموسيقى يعني بصراحة هي شوية الربي وشوية القلبي كيما يقول المثل، يعني الموسيقى ديما غذاء روحي، ويلزمنا نخدموا يعني شوية باش نبدلوا الجو بالنسبة للشعب والشعب التونسي باش يسمعوا الأغاني نتاعنا القديمة، ونعيشوا ديما في الموسيقى التراديسيونيل نتاعنا والملوف والحاجات هذه نتاعنا. روحت ما بين الملوف والموشحات، وكذلك غنيت بالأغاني التونسية اللي تعمل جو في فروحاتنا. نفس الأغاني نتاعنا القديمة اللي عشنا عليها، وفي ديما مهرجان المدينة يتميز بالحاجات هذه بالخاصية هذه بالأغاني القديمة، علي الرياحي، الهادي الجويني، الحاجات الأغاني القديمة وشوي صليحة وشوي الملوف التونسي، هذيك موسيقتنا وهذاك لوننا نتاعنا احنا، بلد الأمن والأمان والسلام. خلال مشاركتي مع فرقة سيدي بوسعيد الملوف تراث موسيقي، حبيت نقدم جملة من الأغاني، أغاني متاعنا متاع شبيلة وصليحة، أغاني متنوعة اللي يحبوها الناس ويسمعوها بمناسبة رمضان، زي دي يحبوا الجو التونسي الأصالة متاعنا، حبينا نروحوا بين الطربي بين الملوف بين الأغاني هكا اللي فيها شوية جو، إن شاء الله نكونوا في حسن الظن وفي المستوى قدمنا حاجة بيه وعجبت الجمهور. نستغلوا فرصة وجودك هوني، تنجمش تغني لنا حاجة هكا أكابيلا؟ نغني لك بما أني أنا من عائلة سليلة عائلة فنية، نسمعك حاجة شبيلة. أنت اللي أنت اللي بعيد على ايا خيالك لاش خيالك لاش يتبع فيا. محمد علي اليوم خرجت سيدي بوسعيد برك الله سهرية ممتازة، موشحات أغاني من تراثنا من أصالتنا، جمهور تسلطن اليوم مع إيقاعات مهرجان المدينة.
اي والله في العروض الكل في مهرجان المدينه بصراحه عنده خصوصيه اللي الجمهور نتاعو الكل سميع ويتذوق نوعيه الموسيقى اللي نقدموها، يعني الكل يجيو ديما الحق في العروض تقريبا فما وجوه يعني مالوفه راوها ديما في العروض نتاعنا كما راوها في العروض الرشيديه في عروض يعني الاصيله الكل معناها مثل الموسيقى الفرنسيه ولا التراثيه. نساء الرشيدية هو عنوان عرض غنائي خاص تقدم في أجواء حميمية جمعت بين طرب الأصيل وصوت الأمطار، وهذا في المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية ضمن مهرجان ترنيمات أو ليالي رشيدية في المدينة. أهلا بكم بالتلفزة الوطنية وإن شاء الله رمضانكم مبروك ساعة. الخصوصية متاع رمضان ديما فما قاعدة حلوة باش واحد يجي معناتها يستمتع بالموسيقى التونسية ولا الشرقية ككل. أنا اليوم العرض متاعي اسمه نساء الرشيدية، فيها معناتها النساء اللي خدمت متاع الساحة الفنية في القديم اللي هو معناتها صالحة عليا نعمة هذوما الكل معناتها الأسامي. اليوم تطرقت لهم باش نحطهم في قاعدة مع بعضهم ونغني لهم. الجمهور الليلة هذول الطقس بدل دونك معناتها الجمهور هذول نتاع مهرجان المدينة ديما جمهور نوعي اللي يحب الطرب أكثر اللي يحب القديم أكثر، معناتها ديما تركز على النوعية هذه من الأغاني. اي هو جمهوري نخبوي معناتها في رمضان نختار شكون باش يجيني وهما يختاروا باش يجوني بيان سور، دونك اللي يحب يسمع ويحب معناتها شويه تربيات يتفضل بحذانا والطقس راه ماهوش عائق كبير، خير هو خير ان شاء الله خير لتونس الكل. نساء الرشيدية هو لقاء لم بين عبد الستار عمامو والمطربة سعاد الرباعي، تم فيها تقديم أغاني أبرز رائدات الرشيدية كما صليحة وعليا وغيرها. اللي يحكم
ليلى عندها لقاء مع نساء رشيدية من خلال طرائف عبد الستار عمام، من خلال ترديد وغناء المطربة سعاد الرباعي بن عبد الحميد الرباعي الشاعر المعروف. عبد الستار مش حدثنا على صليحة، على فتحية، على حسيبة، على شافية، على عليا، وسعاد باش ترد الغناء نتاعها. حاجة صوتها حلو وتغني طربي، تغني خليجي، تغني موشحة، تغني كل شيء، فهمت؟ تغني تونسي زادة، معناتها نحب نجي نتبعها ونتفرج فيها بلغري اللي شتي تصب والطقس هاك تشوف فيه. مازال شغم تاع مهرجان المدينة في رمضان ورشيدية معناتها أكيد احنا ولاد الحومة، أنا نسكن ببنارة هوني، معناتها ما فماش سهرية ما نجيهاش في مهرجان المدينة، نمشي كل بلاصة وفرصة، هو شهر ديجا لازمنا نتبعوه ونواكبوا الأحداث والدنيا كل. الحقيقة أنا سعاد الرباعي ممكن ما عنديش معرفة بها كبيرة، ولكن أنا تعجبني ليالي رمضان في الرشيدية، حتى كما قر الساعة هو يوحي يوحي بأجواء رمضان، فهمتوا، بالمدينة العربي وبالأغاني التقليدية، يعني المكان والفرقة فما تناسق كبير ياسر وفما جو رمضان، يعني فما شكون يقول لي نمشي للاك ولا نمشي للمقاهي أخرى، أنا نرى رمضان هو دار الرشيدية وهو المدينة العربي. مهرجان ترنيمات اللي تعرف أيضا بليالي رشيدية في المدينة في دورتها الرابعة عرفت إقبال من جمهور نوعي يتذوق الفن وخاصة الملوف ويراوح بين عروض التراث التونسي وإعطاء الفرصة لتجارب شابة من المعهد العالي للموسيقى لتقديم الملوف بشكل معاصر، وأيضا بين تجارب أخرى في التراث باش تكون من الجزائر والتركية
تركيا خلال الدورة هذه. سي الهادي اليوم يظهر لي الخصوصية متاع الدورة هذه في الرشيدية، العروض متاع يعني الموسيقية والعروض الكل فيها خصوصية، فما معناتها تصور ربما خدمتوا عليه. أولا ساعة يلزمنا الرشيدية تغني تونسي، هذا لا نقاش. باهي ثم إضافات، الإضافات هذيك كما الزخرف ندخلوه سواء كان من الشرق أو من الجزائر أو المغرب، لكن لازمنا نحافظ على طبعنا باعتبار أن الرشيدية هي أول هدف لها هي المحافظة على التراث التونسي، هي تطويره ونشره. ما ثمش خير بنشره كان بالطرق هذه. وإحنا علاش اخترنا رمضان؟ علاش اخترنا المدينة؟ لأن يعني رمضان والمدينة ودار الرشيدية عبارة على حلقة أو شركة من شركة يعني مرصعة بزمرد، وقد ما تغزلها ما تشبعش.